السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في وصفة جديدة أو فيديو جديد من وصفات لذيذة للمبتدئات. كما كتشوفوا في الصورة، اليوم إن شاء الله غادي نحضروا الكغاتان ديال البطاطس. إذا لتحضير هذا الطبق غادي نحتاجوا واحد الكمية ديال البطاطس على حسب أفراد الأسرة، نقطعوها بهذا الحجم هذا. غادي نحتاجوا كذلك واحد البصلة متوسطة وثلاثة ديال فصوص الثوم. بالنسبه للبطاطس غادي نسلقوها في ماء مغلى ونخليوها تسلق جانبا. غادي ناخذ المقلاه غادي ندير فيها القليل من زيت الزيتون، غادي نقطع البصله شرائح كما كتشوفوا، وغادي نبقى نديها ونجيبها حتى تشحر مع ثلاثه ديال رؤوس الثوم او فصوص الثوم. اذا البصله ديالنا غادي نبقاو نحركوها، ملي تشحرنا البصله غادي نضيفوا لها البطاطس باش غادي تنسم بالبصل. اذا كما كتشوفوا مكونات بسيطه ولكن كتجي لذيذه ورائعه. غادي نخلطوا غير بشويه باش ما تهرسناش البطاطس. دابا غادي نديروا توابل مليحه، شوية ديال الإبزار، وغادي نضيفو في الأخير شوية ديال بودرة البصل باش كتزيد النكهة ديال البصل، كتعطيها لذة زوينة. غادي نحركو البطاطس باش كتشرب بهاد النكهات. اذا في واحد الزلافه كناخذوا البيض على حسب الكميه ديال البطاطس، خديت هنايا 5 البيضات. غادي نضيفوا لهم كريم فريش ديال الطبخ، خاصه ديال الطبخ، غادي نديروا مليحه وشويه ديال الابزار ونضيفوا لا كريم فريش خاصه ديال الطبخ. غادي نحركوا هاد المكونات، نمزجوهم مزيان ونضيفوا واحد شويه ديال الحليب غير باش تجينا لاكريم سائله شويه. نحركوا بالخلاط يدوي، واختاريت هنايا نسمها بنواد موسكاد او الجوزة القليل فقط، موسكاد نواد موسكاد غير شويه باش ما تجيش نكهه مجهده. اذا غنخلطوا الخليط ديالنا، غناخذوا الاناء اللي غادي نقدموا فيه، نوضعوا نصف الكميه ديال البطاطس في الاسفل، غادي نطلقوها مزيان على الاناء اللي غادي ندخلوه الفران. نضيفوا شويه ديال الفرماج محكوك مع المعدنوس في الوسط كحشوه، هنايا اختاريت نستعمل الحشوه ديال الطون، ممكن استبدالها بالكفته مشحره. الان غادي نضيفوا شرائح ديال الفرماج ونبقاو نكبوا شويه بشويه السائل اللي استعملنا فيه البيض ولا كريم فريش. اذا نديروا شويه ديال الكريم ونضيفوا الكميه المتبقيه ديال البطاطس والبصل، نضيفوا كذلك الكريم. اذا هذا الطبق كما كتشوفوا المكونات بسيطه موجوده في اي بيت،
ولكن الطعم ديالو والنكهة ديالو من بعد ما كيطيب رائعة، كيحبوها بزاف الدراري الصغار. البطاطس في الأخير نضيف واحد الكمية ديال الفروماج باش كيعطي لنا ديك اللويين من الفوق حمر من بعد ما كيتحمر في الفران. اذا غادي ندخلوها الفران ونخليوها حتى تشرب السوائل مزيان ونقدموها بالصحة والراحة. الى عجبكم فيديو اليوم ما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.